يا مرحبا فيكم أصدقائي. بهذا الفيديو رح نحكي عن أخطر 5 مدن بهولندا، ورح نبدأ بالأقل خطورة لحتى نوصل بالنهاية لأخطر مدينة، وهذا طبعا حسب الإحصائية اللي عملها موقع آديل هولندي. رح أترك لكم رابط المقال بصندوق الوصف. قبل ما نبلش، لو عجبك الفيديو ما تنسى تكبس لايك وتشترك بالقناة ليصلك كل شي جديد، ويلا نبلش. رح نبدأ مع رقم 5 واللي هي مدينة ماستريخت، وللأسف أكثر من مدينة بمقاطعة ليمبورغ مذكورة معنا اليوم بهي القائمة، وماستريخت هي واحدة منهم. مع أنه شعار مدينة ماستريخت هي الحياة الطيبة، لكن هذا ما بيمنع وجود نسبة جريمة مرتفعة مقارنة بالمدن الأخرى. مدينة ماستريخت هي عاصمة مقاطعة ليمبورغ، وبينحدر منها العديد من الأشخاص المهمين بهولندا، ومنهم لاعب كرة القدم الشهير باودواير زيندي، والمذيع المشهور بالراديو والتلفزيون فلايكس موردرز. وبنبقى بمقاطعة ليمبورغ واللي احتلت فيها مدينة هيرلين المرتبة الرابعة. بواحد يناير 2019 كان لدى مدينة هيرلين تقريبا 86 ألف نسمة من السكان. الجدير بالذكر أنه مدينة هيرلين ضمت أول سوق عيد ميلاد بهولندا عام 1980. للأسف مدينة هيرلين فيها الكثير من متعاطي الحشيش والمشردين، لهيك فيها كمان كتير من مراكز الشرطة ومراقبة بالكاميرات بأغلب شوارعها، وبيتم عزف الموسيقى الهادئة ببعض الشوارع لتخفيف التوتر وتعزيز الشعور بالراحة عند السكان. بالمرتبة الثالثة معنا لليوم مدينة روتردام مع تقريبا 650 ألف نسمة. تشتهر مدينة روتردام بهندستها المعمارية الفريدة وجامعة إيراسموس الموجودة فيها، وبتراثها البحري المميز، فبشكل المرفأ المدينة قلبها النابض وشريانها الاقتصادي الأساسي، بحيث كان يعد بين عامي 1962 و2004 أكثر المرافق ازدحاماً في العالم، لكن هذا قبل ما يتخطى مرفأ شنغهاي. بالمرتبة الثانية بقائمة أخطر المدن بهولندا مدينة إيندهوفن، واللي بيسكنها حوالي 225 ألف نسمة. تعد المدينة خامس أكبر مدينة بهولندا من ناحية تعداد السكان، وما زالت المدينة بنمو مستمر، وتشتهر إيندهوفن بوجود شركة فيليبس العالمية فيها، وكمان نادي كرة القدم بي اس في، ويقع فيها جامعة إيندهوفن للتكنولوجيا الشهيرة. أما رقم واحد بلا منازع واللي صنفت كأخطر مدينة بهولندا فهي بالتأكيد مدينة أمستردام. أمستردام لديها حوالي 863 ألف نسمة، وهي عاصمة هولندا وفق الدستور الهولندي وأكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان، ولكن على الرغم من هذا الشيء ليست مقر الحكومة الهولندية واللي اتخذت من مدينة لاهاي أو دينهاخ مقر إلها. أمستردام بصفتها العاصمة التجارية للبلاد وأحد أهم المراكز المالية بأوروبا، تعتبر مدينة أمستردام مدينة عالمية بامتياز. بالإضافة لهذا كله، أمستردام هي أيضاً العاصمة الثقافية للبلاد، وأمستردام هي مقر للعديد من المؤسسات الهولندية الكبيرة، لكن كل هاد ما بيعفيها إنها تكون بالمركز الأول كأكثر المدن خطراً في هولندا. أصدقائي، هذا كان فيديو اليوم. لو كنتوا عايشين بهولندا خبرونا بالتعليقات بأي مدينة موجودين، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر اللايك ليصلكم كل شي جديد. بشوفكم بالفيديو القادم، وتبقوا بألف خير.